أنت قبل شوي تحدثت عن المديونيات، كم إجمالي المديونيات للشركة على الناس؟ كم والله عدد والله الفواتير المديون؟ أخوي عبد الله لعله هالرقم أنا اللي أبى أقول لك لعلك عافيك يعني ولا إيش؟ نسبة المنتظمين اليوم في سداد فواتير المياه، إحنا اليوم اللي يسددون من 30 إلى 90 يوم فقط 40% من عملاء شركة المياه. أوف فقط. اللي يسدد 40%؟ 40% فقط من 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 30 يوم إلى 90 يوم. احنا بالنسبة لنا 30 60 90 نعتبر هذا العميل نوعا ما منتظم في السداد. 60% عندي 23% عبد الله لم يسبق لهم سداد فواتير. 23% لم يسبق لهم سداد فواتير. طبعا هذا اللي لم يسبق له سداد فواتير 23% هذا ستتراكم عليه مديونيات، وهذا مفصول عنه، هذا في حاليا ومفصول عنه. طبعا هو عنده مصادر اخرى للحصول على الصهاريج والى اخره. فهذا اللي انا استطيع اني انا اتحدث معك فيه اليوم، لكن الشيء اللي انا اؤكده لك الان انه حجم المديونيات جالس بينزل مع زياده الوعي. لما تيجي تقول انه التسويات سويت تسويات مليار و100 مليون، أنا بحسبة عرب معناته أقول أنه على الأقل أن المديونيات 10 ضعف. ما تبغى تجاوب كيفك؟ أنا أعتقد يعني باين عليك أنك شاطر في الرياضيات. طيب هذا تمرين المعلومة دون مسؤولية ماشي.